لا تزال العائلات الأوكرانية تتوافد إلى محطة زاهوني، أعداد كبيرة من العائلات تصل إلى هنا يوميا، وهذا الأمر بطبيعة الحال يعود كما قالت لنا بعض العائلات إلى أنهم توجهوا إلى مناطق حدودية ثانية كبولندا مثلا، ولكن تكدس العائلات على الحدود البولندية دفع السلطات كما قالت لنا بعض العائلات إلى إغلاق الحدود. نحن نشاهد الآن هذه العائلات التي تصل للتو من أوكرانيا طبعا بعد رحلة طويلة وشاقة. بعض العائلات، غالبية العائلات التي تصل هنا من الأطفال والنساء، يفضلون البقاء هنا كما تشاهدون لبضع ساعات كي يرتاحوا، بعد ذلك يحاولوا الحصول على تذكرة إلى محطة بودابست ومنها التوجه إلى مناطق ثانية. إحدى السيدات العائلات التي أكدت لنا أنهم انتظروا لأيام في لفيف، ولفيف طبعا هي مدينة حدودية مع بولندا، ولكن فضلت هذه العائلة التوجه إلى هنا، وهذا الأمر كما قالت العائلة يعود إلى أن الحدود مغلقة في لفيف أمام اللاجئين الأوكرانيين، لذلك فضلت هذه العائلة أن تستقل القطار من مدينة لفيف إلى مدينة تشوب، المدينة الحدودية مع المجر، وقالت أن هذه الرحلة استغرقت حوالي 5 ساعات، بعد ذلك وصلت إلى هنا، ارتاحت قليلا، ومن ثم استقلت القطار إلى محطة بودابست. المسؤولون والجميع هنا يتوقع أن ترتفع أعداد اللاجئين الأوكرانيين بالنظر إلى إغلاق الحدود على مع أوكرانيا، الحدود البولندية، وكذلك بالنظر إلى الممرات الإنسانية التي يتم الحديث عنها أيضا، وتزامنا مع اشتداد عمليات القصف على المدن الأوكرانية، لذلك قد ترتفع أعداد اللاجئين الأوكرانيين التي ستدخل إلى الاتحاد الأوروبي عبر المجر، وتحديدا من هذه النقطة التي تعتبر النقطة الرئيسية للاجئين الأوكرانيين.